هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الدقهلية. فيها تم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء بالمحافظة. أما في مطروح فتم تدشين مبادرة ممرض في كل بيت بمديرية الصحة. أما في الإسماعيلية فدشنت حياة كريمة منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، ومكتبة الإسكندرية اختتمت فعاليات احتفالية العلوم بحضور 5800 طالب. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير سكن ملائم وكريم للمواطن المصري، وتم تسليم 35 وحدة سكنية كدفعة أولى. أطلقت مديرية الصحة بمطروح مبادرة ممرض في كل بيت في إطار الحرص على تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين حول كيفية رعاية مرضاهم، وبتعد مبادرة ممرض في كل بيت مبادرة توعوية تهدف لتقديم الوعي والتدريب للأفراد داخل منازلهم حول كيفية رعاية مرضاهم الذين لا يحتاجون لرعاية إكلينيكية أو علاجية في المنزل بطريقة صحية وآمنة. نظمت حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام قادمة لتغطي المبادرة جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة. وفرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لحوم بلدية بأسعار مخفضة في محافظة الإسماعيلية، وطرحت الكيلو 310 للبلدي و210 للمستورد. نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للسنة 17 على التوالي بالساحة الخارجية للمكتبة بحضور أكثر من 5800 طالب وطالبة، وأقيمت العديد من ورش العمل اللي بتسلط الضوء على المجالات العلمية في مصر القديمة زي الطب والهندسة وعلم التحنيط والزراعة والصناعات القديمة والكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق. تضمنت الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون وعروض علمية تفاعلية. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأليوبية انقطاع المياه عن مدينة الخنكة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 5 فجر يوم الاثنين. في الغربية وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تحديث الأحوزة العمرانية ال21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى زفتة طنطا قطور، و115 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى سمنود بسيون وكفر الزيات. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية توقيع الكشف الطبي على 1461 حالة مرضية بالقافلة الطبية المجانية بمركز الدخلة اللي استقبلها مستشفى الدخلة العام وقرية القصر بالتخصصات الطبية المختلفة بطنة وأطفال وعظام وجراحة ورمد ومسالك جلدية وتغذية علاجية وقلب وأوعية دموية وأسنان.